ده السطح بتاعي ده بطاطس، زارع بطاطس اهي وابتدت تفرع اهي ناحية تانية. دي طماطم، ابتدت الطماطم تطلع تزهير، التزهير اهو ده اسمه كده، ده دي اسمها تزهير، اللي هو بعد كده تطلع ثمرة من عليه. وكمان ساند الغصن بحتة شجرة كده، كان اغصان ناشفة كده اهو. انا برضو زارع طماطم في جردل كبير، واهو ابتدى فين لسه. دي اهي بصوا، دي اهي بتطلع براعم بسيطة جدا اهي، ودي طلعت زهرة اهي. دي طماطم برضو زارعها، ابتدت تطلع ادي اول زهرة، وده ريحان، وزارع جنبيه هنا نعناع بس هو مدفون لسه، وده خس، وده فلفل. بصوا الفلفل ابتدى ينبت حاجات بسيطة اهو، ابتدى ينبت حاجات بسيطة اهو. الفلفل اهو ابتدى الفلفل ينبت حاجات بسيطة اهي. هو ده كرنب، ودي طماطم برضو ابتدت اهي تطلع ازهار اهي، هتزهر اهي ان شاء الله اهي. ودي مورينجا، مورينجا دي لسه برضو قدامها، وده المفروض ان ده خيار، وده خيار برضو خيار سلك. ودي بطاطس مش عارف هي عملت كده ليه، بس لسه برضو هنعرف اهي. ودي طماطم برضو انا زارعها، ده روزميري. بصوا شايفين الروزميري عامل ازاي، روزميري اهو. يعني والحمد لله نقلته في حاجه اكبر شويه. ده غصن طماطم كنت انا نقله هنا، اللي هي الفروع الاباطيه، خدته من هنا ونقلته هنا. وده نعناع سعودي، وده طبعا دي نعناع سعودي. بصوا النعناع قد ايه يا جماعه، النعناع ده ريحته عامله زي الكولوريتس بس. وان شاء الله ان شاء الله اديني هنا برضو زرع طماطم، هنا برضو اهي. ده عيدان ريحان، دي عيدان ريحان، وهنا وهنا لسه ناقلهم، ان انا هنقل انا احط فيهم نعناع ان شاء الله ان شاء الله، والموضوع يبقى احسن باذن الله. واقول لكم على اخر الاخبار. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين رئيس استفسار. ابعتوا لي لو انت على التيك توك اتمنى تعمل لي اشتراك، ولو انت على اليوتيوب اتمنى تشترك. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.